صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي، يلا بينا نكمل مراجعتنا في كراسة بيت باي بيت، المراجعة النهائية. والنهاردة هنبدأ في صفحة 45، ودي مراجعة على الوحدة الأولى والتانية والتالتة. طبعا هو جايب لي الأسئلة مجمعة وجايبها لي طبعا في بدايتها سؤال الليسننج، طبعا المفروض إن احنا بنسمع كويس وبعدين بعد ما نسمع بنختار الإجابة الصحيحة. تعال نشوف كده. نمبر 1 بيقول لي ماي نيم إز نرمين، أي لايك ماي سكول، أي هاف ألوت أوف سبجكتس، ماي فيفورت سبجكت إز ماث، أي ألويز جيت هاي ماركس إن إت، أي لايك دروينج تو، يعني أنا بحب الرسم كمان. بيقول لي نمبر 1 نرمين از ان، طبعا شكل ما شفنا ان هي ستودنت يعني طالبه. اللي بعدها بيقول لي شي هاز ا لوت اوف اي، طبعا عندها كتير من الايه، طبعا هي قالت عندها كتير من السبجكت يعني كتير من المواد. طيب اللي بعدها بتقول لي هير فيفرت سبجكت از، طبعا قلنا مادتها المفضله هي الماث. نمبر 4 بيقول لي نرمين لايكس هير، طبعا بيقول لي ان نرمين بتحب ايه، قلنا نرمين بتحب هير سكول يعني بتحب مدرستها. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي حبيبة is a student at Burb School. She never studies at the weekend. She often goes shopping with her mom. When it's not very hot, they usually go to the park. Number one, بيقول لي حبيبة studies at the weekend. طبعا قلنا هي never studies in the weekend. يعني عمرها ما بتذاكر في عطلة نهاية الأسبوع. اللي بعدها حبيبة is a at Burb School. طبعا a student يعني طالبة. اللي بعدها number three, بيقول لي حبيبة often goes shopping with her. قلنا mom. اللي بعدها بيقول لي حبيبه and her mother usually go to the A when it's not very hot، لما تكون الجو مش حر فاكيد هقول to the park. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي my aunt is called Saad. She's 40 and she works as a teacher. She works in a big school. She lives in Cairo. She has two daughters and a son Muhammad and his two sisters Amal and Shayma are my cousins. I love to visit them and play together. Number one, بيقول لي سعاد has two daughters and a called محمد، طبعا and a son، وان الصن يعني ابن. اللي بعدها بيقول لي سعاد lives in، طبعا شكل ما سمعنا ان هي lives in Cairo، عايشه في القاهره. اللي بعدها بيقول لي سعاد is a، طبعا شكل ما شفنا ان هو ما قاليش هي ايه، بس قال هي شغاله في مدرسه يبقى she is a teacher. اللي بعدها امل and شيماء are the speakers، بيقول لي ان امل وشيماء دول يقربوا ايه للسبيكر يعني المتكلم، قلنا قبل كده ان كلمه سبيكر معناها متكلم. طبعا هي قالت they are my cousins، يبقى هما اولاد عمتها. تعال نشوف الديالوج الاولاني. نمبر 1 بيقول لي عمرو is talking to رامي، فعمرو بيقول له what's your uncle's name، يا ترى اسم عمك ايه؟ فقال له هي از ايه ياسر، طبعا هنا يدعى ويسمى اسمها called، so he is called يعني يدعى ياسر. قال له how old is he؟ قال لي he is، طالما قال لي he is يبقى how old is he يعني كم عمره؟ قال لي is 40 years، طبعا عارف ان التمييز بتاعي بيبقى بصفه وهي كلمه old، يبقى is 40 years old. طيب اللي بعدها بيقول له what does he do؟ what does he do يا حبايبي معناها ما وظيفته؟ قال لي he is an engineer، طبعا عارف ان بيجي قبل الصفه اما with or are يبقى لازم اقول he is an engineer يعني هو مهندس. اللي بعدها بيقول لي where does he work؟ قال لي he works in a big factory، وكلمة factory بمعنى مصنع يعني هو شغال في مصنع كبير. Do you have any cousins؟ هل انت عندك اي اولاد عم؟ Yes I have five cousins، طبعا هيقول له انا عندي، فيبقى I have يعني نعم انا عندي five cousins. تعال نشوف يلا الديالوج الثاني. John is talking to علي، John بيتكلم مع علي، فجون بيقول له what subject have we got next علي؟ يعني ايه المادة اللي عندنا اللي جاية علي؟ فقال له it's ايه next؟ قال له I like math، انا بحب الرياضيات، يبقى اكيد قال له it's math يعني الرياضيات هي اللي جاية. قال له I like math، what's your ايه subject؟ قال له it's social، ايه يبقى what's your اكيد favorite، وانا يا حبايبي كلمة favorite يعني مفضل، تاني favorite يعني مفضل. what's your favorite subject؟ قال له it's social، طبعا عارفين الدراسات الاجتماعية اسمها social studies، تاني social studies يعني دراسات اجتماعية. بقول له do you like music؟ يا ترى انت بتحب الموسيقى؟ اكيد هقول له yes I short answer، طبعا هجيب نفس ال helping verb yes I do. قال له what about Arabic؟ ماذا عن العربي؟ قال له I think it's easy، اعتقد انه سهل. قال له when can we learn about acting؟ طب نقدر نتعلم عن التمثيل فين؟ قال له اكيد in drama lessons، تاني in drama lessons طبعا في حصة الايه؟ الدراما، تاني في حصة الايه يا حبايبي؟ الدراما. تعال نشوف الديالوج الثالث. رحاب is talking to منى، فرحاب بتقول لها do you like reading stories منى؟ قالت لها yes I do، اكيد هتقول لها هل انت بتحبي؟ يبقى ممكن تقول لها do you like؟ طيب ممكن تقول لها do you love؟ ممكن تقول لها do you enjoy؟ يعني هل انت بتستمتعي بي؟ قالت لها yes I do. قالت لها what's your ace story؟ قالت لها treasure island، يبقى what's your favorite
فيفوريت يعني المفضل. يعني ما هي قصتك المفضله؟ قالت لها تريجر ايلاند. قالت لها از ات ايه؟ قالت لها ايه اتس فيري اكسايتنج. قالت لها از ات اكسايتنج يعني هل هي ايه مثيره؟ قالت لها يس اكيد نعم اتس فيري اكسايتنج انها مثيره جدا. فبتقول لها ايه اي بورو ات؟ قالت لها يس اوف كورس. يبقى الطلب بيكون ايه يا حبايبي؟ بكان. يبقى كان اي بورو ات or may I borrow it or could I borrow it or shall I borrow it. كل ده احنا ممكن اقوله في الطلب. قالت لها thank you. قالت لها you're welcome. تعال نشوف كده السؤال الثالث في ورقه الامتحان، وده بيكلمني عن reading comprehension طبعا القطاع. تعال نشوف كده، بيقول لي my family lives in Cairo يعني اسرتي بتعيش في القاهره، but my dad works in Aswan يعني اذا اسرتي عايشه في القاهره لكن بابا شغال في اسوان. هي از ان انجينير هو مهندس. هي وركس فروم مونداي تو ثيرزداي. هو شغال من يوم الاثنين لغايه يوم الخميس. يبقى الاثنين والثلاث والاربع والخميس دول اربع ايام. هي جوز تو ذا ايربورت يعني بيروح المطار اون سندايز يعني بيروح المطار يوم الاحد. اند هي كاتشز ا بلين وبيركب طياره تو اسوان لاسوان. It takes 2 hours to fly there. طبعا بياخد منه ساعتين اتنين عشان يوصل لي هناك، عشان يوصل لي فين؟ لأسوان. And then he catches a plane home. وبيركب طيارة تاني يرجع البيت to Cairo on Thursday evening. يوم الخميس بالليل يعني وقت بيخلص العمل. He works very hard يعني بيشتغل بجد. On Saturdays أيام السبت we always have a picnic. We play football بنلعب كرة القدم in the park في الحديقة. And we play chess وبنلعب شطرنج كمان. I love my dad and I'm happy when he is at home. ببقى سعيد جدا لما يكون في البيت. The first question بيقول لي how long does it take the writer's father to get to Aswan. بياخد منه قد ايه عشان يروح أسوان؟ طبعا قال لي it takes 2 hours. يبقى انا هكتب 2 hours. 2 hours يعني ساعتين. Number 2 بيقول لي when does the writer's father come back home يعني بيرجع البيت امتى؟ طبعا الشكل ما شفنا ان هو بيرجع يوم الخميس، يبقى on Thursday. تاني on Thursday يعني يوم الخميس. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي where does the writer's father work يعني ابوه شغال فين؟ طبعا هو قال لي he works in Aswan. يبقى انا كل اللي انا هكتبه in Aswan. تاني هكتب in Aswan. طيب تعال نشوف ال choices. بيقول لي the writer's father goes to work by، طبعا شكل ما شفنا goes to work by plane يعني بيروح بالطائرة. تعال نشوف يلا نمبر 5 بيقول لي they play football in the، طبعا شكل ما شفنا ان هم بيلعبوا في الحديقة in the park. underlined verb fly. fly هنا معناها travel يعني ايه travel يا حبايبي؟ بيسافر، بس بيسافر بالطيارة فبقول fly. تعال نشوف القطعة التانية. بيقول لي my name is علي يعني انا اسمي علي. my friend كريم lives in a very nice house with a small garden. بيقول لي ان صديقي كريم عايش في بيت جميل خالص بحديقة صغيرة. his father plants fruits and vegetables there يعني بابا بيزرع هناك خضروات وفاكهة فين؟ في الحديقة الصغيرة. one day في يوم من الأيام he invited me and 5 of our friends يعني دعاني أنا وخمس أصدقائي. يعني هو دعا كده كلمة حبايبي، هو دعا كده ستة to his birthday party لحفلة عيد ميلاده. I arrived at my friend's house at 8 in the evening يعني أنا وصلنا هناك في بيته الساعة 8 في المساء. there I found my friend sitting with him in the garden. طبعا لقيت صحابي قاعدين معاه في الحديقة. we played a lot of funny games there. لعبنا ألعاب مضحكة خالص هناك. كريم's mother prepared lots of nice cakes. طبعا كلمة prepare يا حبايبي معناها يعد ويجهز. جهزت لنا كيكة جميلة. we ate, drank and sang. وكلنا وشربنا وكمان غنينا. كريم got lovely presents يعني حصل got sorry lovely presents يعني حصل على ايه هدايا جميله خالص. and he was so happy وكان سعيد. يبقى هي دي عايده على مين؟ اكيد عايده على كريم. after the party we played some computer games يعني بعد الحفله لعبنا العاب كمبيوتر جميله. in Kareem's bedroom في غرفه نوم كريم. it was a very wonderful evening كان مساء جميل. and I went back home at 10 ورجعت البيت الساعه 10. سؤالاني بيقول لي what did Kareem's mother prepare؟ طبعا ام كريم جهزت ايه او قعدت ايه؟ شكل ما شفنا في القطعه a lot of nice cakes يعني كيكه جميله. طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي when did علي go back home؟ ورجع البيت امتى؟ شكل ما شفنا at 10 يعني الساعه 10. تعال نشوف يلا السؤال الثالث بيقول لي what does the underlined word here refer to؟ شكل ما شفنا حبايبي refer to كريم طبعا عايد على كريم. تعال نشوف التشويس بتاعتنا. بيقول لي they played computer games in Kareem's طبعا هم لعبوا العاب كمبيوتر في غرفه نوم كريم يبقى كريم's room. اللي بعدها بيقول لي كريم invited 8 of his friends to his birthday party طبعا دعا كام صديق شكل ما قلنا
ستة. اللي بعدها بيقول كريم جوت ايه ات ذا بارتي، طبعا هو حصل على ايه؟ اكيد حصل على هدايا ليها بريزنتس. تعال نشوف القطعة بتاعتنا كده التالتة واخر قطعة. بيقول اليس اند هير بيج سيستر سات اندر ا تري وان ساني داي، بيقول ان اليس واختها قعدوا تحت الشجرة في يوم مشمس، سادلي ا وايت رابيت ران باست هير، وفجأة بصوا له ارنب عدى عليهم، ات توك ا واتش فروم اتس جاكيت اند لوكد ات ات، فطلع كده ساعة من الجاكيت بتاعه وبص لها وقال او او اي ام جون تو بي ليت ات سيد، طبعا وقال ايه ده انا هتأخر، ذاتس سترينج رابيت وذ ا واتش سيد أليس. فأليس بتقول ايه ده ارنب معاه ساعة، she jumped up and ran after the animal، يعني قفزت وجريت ورا الايه الحيوان، it ran down a large rabbit hole، فدخل جحر ارنب، saw Alice went down the hole too، فأليس دخلت معاه، there were cupboards in the walls، كان في دواليب على الجدران of the rabbit hole، في الجحر بتاع الارنب، some of the cupboards were open، بعضها كان مفتوح، and there were books in them، وكان فيها كتب، down 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 when will the hole end، عمالين ننزل وننزل وننزل ويا ترى هتنتهي امتى الحفره دي او الجحر ده، she wondered، قعدت تسال، كلمه wondered بمعنى يتساءل، perhaps I'm going to come out in Australia، ربما ان انا هطلع فين في استراليا، بقول what was unusual، كلمه unusual يا حبايبي يعني غير معتاد، ايه اللي غير معتاد about the rabbit، طبعا شكل ما قالت أليس هقول it had a watch، ان هو كان معايا يا حبايبي ساعة. نمبر 2 قولي what did Alice see in the hole، شافت ايه في الجحر بتاعه، طبعا هنا ممكن اجمع الكلام ده اقول cupboards، يعني شافت ايه يا حبايبي، شافت دواليب with a lot of books، يعني فيها كتب كتير. تعالى نمبر 3 بيقولي do you like the story، هل انت حبيت القصة، اكيد هقول yes نعم، because it's interesting، لان ايه ها شيقة it's exciting هي مثير. تعالى نشوف نمبر 4 بيقولي the best title for the story is، يعني افضل عنوان القصة دي هو ايه، يا ترى Alice in Australia، Alice في استراليا، ولا Alice's rabbit ارنب Alice، ولا Alice in Wonderland أليس في بلاد العجائب، ولا أليس، أكيد هقول أليس in Wonderland يعني أليس في بلاد العجائب. تعال نشوف بيقولي A rabbit ran past Alice، طبعا A white rabbit كان لونه أبيض، اللي بعدها بيقولي there were A in the cupboards، كان في A في الدواليب، طبعا شكل ما قلنا كان في books يعني كتب. تعال نشوف الاختياري كده بيقولي A knot is a group of people singing or playing music together، الناس اللي بتغني وبتلعب موسيقى مع بعض بقول عليها band، وقلنا حبايبي قبل كده إن band معناها فرقة موسيقية. نمبر 2 بيقولي the opposite of happy، قلنا opposite معناها عكس او مقابل، طب عكس happy ايه، اكيد sad، يعني ايه sad حزين. بعدها نمبر 3 بيقولي how often does she eat a day، طبعا طالما في does يبقى لازم ارجع الفعل بتاع مصدره، يبقى لازم اقول have. تعال نشوف يلا نمبر 4 بيقولي my father never ate to work on Fridays، طبعا قلت يا حبايبي طالما في ظرف من ظروف التكرار يبقى هيجي بعده يا مصدر الفعل في يساوي يس، هنا المصدر موجود والفعل اللي في اس او اس موجود، يبقى لازم ارجع للسبجكت الفعل بتاعي اللي هو ماي فادر، ماي فادر مفرد ياخد جوز. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي ذيس بوك بيلونجز تو مي اتس ايه، اه بيقول الكتاب ده ملكي يبقى او بتاعي يبقى اتس ماين، طيب ما ينفعش اقول ماي، هقول لك لا لان ماي دي صفه ملكيه لازم يا حبايبي يجي وراها اسم. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول A lot of people like to watch TV a Saturday evenings، طبعا قلنا يا حبايبي طالما قبل يوم فهجيب معاه حرف الجر on، يبقى on Saturday evenings. تعال نشوف نمبر 7 بيقول I like English، يعني انا بحب الانجليزي، I like science، طبعا هنا ايضا اسمها to T double O. تعال نشوف نمبر 8 بيقول are brothers or sisters who are the same age، طالما هم the same age يا حبايبي يعني نفس العمر، الاخوات اللي بيبقوا نفس السن بقول عليهم توينز، يعني توينز توأم. نمبر 9 بيقول لي I'd like to travel to Alexandria، عايز اسافر اسكندريه، I like swimming there، طبعا هنا لايك بيجي وراها فيرب اي ان جي، طيب الرياضات بيجي معاها الفعل ايه؟ جو، فاقول I like going. اللي بعدها all of us are A of Ahmed's will، he was a great scientist، يعني كان عالم عظيم، يبقى كلنا فخورين بيه، وقلت كلمه فخور بتاخد حرف الجر of proud of proud of. تعال نشوف الجزء الثاني بيقول نمبر 1 is the subject for learning about cooking and skills for the home، طبعا مهارات البيت بتعلمها في الهوم ايكونومكس يعني الاقتصاد المنزلي.
نمبر 2 بيقول لي you can find a lot of books، تقدر تلاقي كتب كتير in the schools، ايه اكيد الاقي كتب كتير في مكتبة المدرسة in the schools library. نمبر 3 some children in Egypt cycle school، طبعا هنا يركب الدراجة للمدرسة اسمها cycle to school. نمبر 4 computer studies is my favorite، طبعا بيقول لي ان الكمبيوتر دي اكيد هي مادتي المفضلة فلازم اقول subject. The next number 5 the rings at the end of lessons، اللي بيرن في نهاية الحصة ده اللي هو bell. What's meant by bell؟ جرس. Number 6 بيقول my mom has a car، يعني ماما عندها عربية. So she gave me to school، قلت حبابي يبقى بتوصلني drives. وانت حبايبي لما اقول drives me مش معناها تسوقني، لا دي معناها توصلني بالسيارة. Number 7 بيقول we should always school rules، we should يجب always دائما يبقى اكيد نتبع قواعد المدرسة ويتبع اسمها follow. Number 8 حمدي is very lazy، قلت lazy بمعنى كسلان. He gets up early، يعني يستيقظ مبكرا، طالما كسلان يبقى عمره ما بيستيقظ مبكرا، يبقى he never. تعال نشوف number 9 those are my bicycles، they are theirs، theirs يعني ملكهم، خلي بالك دول جامع. طب هل friends الجامع بتنتهي باس؟ قال لي ايوه، يبقى حط لها apostrophe بس، يبقى لازم اقول friends. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي how do you go to school in a canal؟ قال لي never، قلت لك يا حبايبي اذا كان الاجابه بظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال ب how often. How often معناها كم عدد المرات، وبرضه ممكن الاجابه عليها ب once twice three times four times على حسب اللي جه. نمبر 1 بيقول لي what does your sister A like؟ وانا قلت يا حبايبي يشبه اسمها look like. How A is the Cairo Tower؟ طبعا Cairo Tower ده طويل رأسي، فبالتالي لازم اقول how tall، ما ينفعش اقول how long. اقول لك لا، مفيش حاجة اسمها long اشياء وطول اشخاص، لا tall اطوال رأسية ولونج اطوال افقية. Number 3 بيقول you give me a pen please، قلت الطلب يا حبايبي بيبقى بكام؟ ثانيا انه جايب لي في الاجابة yes I can، so can you give me. Number 4 بيقول who scored the second A؟ قال لي محمد صلاح. اكيد سكور معنى يسجل، يبقى مين اللي يسجل الهدف، والهدف اسمه جول. طب تعالى نمبر 5 بيقول لي وات دو يو لايك اي ات ذا ويكندز، نوها يبقى لايك بيجو ريفر بلس اي ان جي يبقى دوينج، طالما ما جابليش تو دو هو دوينج. ذا نيكست اي دونت نيد اي اي كان سي ويل، انا بشوف كويس بقى انا مش محتاجه جلاسز. واتس مين باي جلاسز؟ نظاره. ذا نيكست ا از هير ذات جروز اون ا مان فيس اور تشين، يعني بينمو في وجه الرجل او ذقنه، يبقى ده بسميه بيرد، بيرد اللي هي اللحيه. نمبر 8 بيقول وات بريزنتس فور يور بيرث داي هاني، طبعا ده سؤال، يعني الفعل المساعد هو اللي هيجي الاول، فلما يقول لي يو جوت غلط، يو هاف جوت غلط، هاف جوت يو غلط، اسمها هاف يو جوت، هاف يو جوت. نمبر 9 اي هاف جوت ستريت هير but it's a short، قلت يا حبايبي عايز اقول الى حد ما قصير، فين الى حد ما؟ QITE، امال دي معناها هادئ. طب تعال نشوف نمبر 10 بيقول a teacher should have a good، بيقول لي ان المدرس لازم يكون عنده ايه؟ جيده، طبعا عنده شخصيه، والشخصيه اسمها personality. تعال نشوف الميستيكس. نمبر 1 بيقول these are our bags، those bags are، هنا يبقى انا عايز ضمير ملكيه، ليه مش جاي ورا اسم؟ يبقى لازم اقول ours. The next احمد want to do a sport، طبعا قلت يا حبايبي احمد مفرد، المفرد ما يجيش معاه مصدر ابدا، المفرد يجي معاه فعل في اسم المضارع البسيط يبقى wants. The next Sarah never get home late، طبعا قلت يا حبايبي ظروف التكرار بيجي وراها مصدر او فعل في اس او يس، طيب ساره هنا مالها؟ قال لي مفرد يبقى تاخد فعل في اس، فلازم اقول gets، اوعى تقول get. The next مصطفى is my son، قلت ده ابني، طب ما هو ملكيه، هقول لك بس الضمير ده ما يجيش وراء اسم، يبقى لازم اجيب صفه ملكيه، يبقى لازم اقول my son. تعال نشوف يلا المجموعه الثانيه، بيقول لي my uncle is my mother's brother، طبعا عمي ده اخو ماما، او خالي ده سوري اخو ماما، طيب اخو ماما انا ما عنديش غير ماما واحده، فلازم تكون apostrophe s، لان ماما ما بتنتهيش باس، فلازم اقول mother's m-o-t-h-e-r apostrophe s. نمبر 2 بيقول لي مها isn't a good girl، يعني مها دي مش بنت جيده، she always helps her mother،
هي دايما بتساعد مامتها. طب ازاي انت بتقول هي مش بنت جيده وبتقول هي دايما بتساعد مامتها؟ يبقى شي نيفر، يبقى اذا كده عمرها ما بتساعد مامتها. The next will arrive usually home late at night. قلت يا حبيبي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، فالمفروض اقول usually arrive. The next حسام's sister's called Russia. طبعا قلت يا حبيبي حسام's لازم احط له ابوستروف في اس الملكيه، ما بينتهيش باس حسام، فلازم اقول حسام's بالمنظر ده ابوستروف في اس. تعال نشوف المجموعة التالتة، بقول my grandfather enjoys play chess. طبعا enjoy بيجي وراها verb plus ing، يبقى playing playing. The next have she got long blonde hair. المفروض she ما بتاخدش have يا مستر، she بتاخد has. The next a crocodile can't swim well. طبعا الكروكودايل التمساح، تاني كروكودايل معناها تمساح. طب التمساح ما بيعرفش يعوم؟ لا طبعا ده بيعرف، يبقى can. The next are you good at draw. قلت حبايبي good at بيجي وراها verb plus ing، فلازم اقول good at drawing، تاني good at drawing. Thank you very much for watching, but don't forget like share subscribe and don't forget the bell. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس بسرعة، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك الباقي ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.